الدكتور صلاح عبية، حضرتك معظم او كل عمرك ورحلتك البحثيه اشتغلت على النانو، على الفوتونكس بشكل عام، ونشرت مئات الابحاث ووصلت لنتائج مهمه جدا. انا عايز اسال حضرتك، ايه اكتر نتيجه او ايه اكتر بحث انت فخور بيه، انت حاسس انه ده انجازك؟ على فكره الجوائز اللي حضرتك العلماء الفضل بياخدوها بيبقى على مجمل انتاجهم. صحيح. انما انا عايز اسالك، انت بالنسبه لك ايه والله اهم خطوه؟ هقول لحضرتك على حاجه، اهم خطوه كانت في حياتي العمليه الحقيقه كانت من حوالي 7 سنين وعدة شهور. كنت في الوقت ده استاذ كرسي الفوتونكس في انجلترا، ومدير مركز بحوث الضوئيات او بحوث الفوتونيات في جامعه جنوب ويلز، ودي جامعه كويسه قوي في مقاطعه ويلز في انجلترا. في الوقت ده حصل ان انا قابلت الدكتور احمد زويل الله يرحمه، وعرض عليا في نفس اللقاء ان انا ارجع مصر واسس مركز بحوث الفوتونيات والمواد الذكيه في المدينه. في الوقت ده انا كنت بدرس عقد اخر من جامعه لانكستر في شمال غرب انجلترا، ودي جامعه من احسن 7 جامعات في المملكه المتحده، ان انا التحق بها هناك واسس مركز بحوث فوتونيات. وبعد مقابله الدكتور زويل وبمنتهى الامانه والله خدت القرار في نهايه اللقاء اللي خد حوالي 3-4 ساعات. دي كانت خطوه مهمه جدا. يعني هو دكتور زويل اقنعك ترجع مصر وتاسس القسم ده في مدينه زويل؟ في مدينه زويل. في القسم ده الحقيقه انا احب انسب الفضل الى اصحابه، الفريق البحثي اللي بيشتغل معايا، الدكتور محمد فرحات، الدكتور احمد هيكل، الدكتور راني هال، انا بذكرهم بالتحديد لان دول تلامذتي في الاصل. يعني انت بتذكر تلامذتك؟ والنهارده هم اساتذه، واساتذه كبار جدا، وبياخدوا جوائز مش بس على مستوى مصر، على مستوى العالم. فده واحد من انجازاتي اللي انا بفتخر بها، ان انا في يوم من الايام كان يجي لي بعض منهم او كلهم ولا يعلمون شيئا عن الفوتونكس، والنهارده هم اساتذه كبار جدا. اما من ناحيه الابحاث، احنا الحقيقه اشتغلنا في مركز الفوتونات والمواد الذكيه على مشاريع بحثيه تمس المشاريع الاستراتيجيه في مصر، سواء من ناحيه انتاج الطاقه الكهربية النظيفة عن طريق تصميم خلايا أو أجيال جديدة من الخلايا الشمسية تعمل بكفاءة عالية جدا وتنتج الطاقة الكهربية بشكل مستديم وشكل نظيف. لا شوية شرح وتبسيط. احنا نعرف الخلايا الشمسية اللي العالم دلوقتي شغال بيها، تمام؟ دي بتتصنع أصلا من السيليكون. من السيليكون، تمام. الخلايا الشمسية اللي هي من السيليكون الكفاءة بتاعتها حوالي 17-18%، في أحسن الأحوال ممكن تكون حوالي 20%. اللي احنا عملناه ان احنا وصلنا الى ارقام تصل الى حوالي 44-45%، وده اعلى نسبه كفاءه تم الحصول عليها في اعلى او في احسن المعاهد البحثيه في العالم اللي بتشتغل في هذا المجال. برضو اشتغلنا على مشروع لسه خلصنا التقرير الفني بتاعه من حوالي شهرين، ازاي ان احنا نصمم مستشعرات طبيه او بايوميديكال سنسورز عشان نقيس مستوى الجلوكوز في الدم من غير الطريقه المعتاده اللي هي شكشكه الابره والحاجات دي، مجرد زي كشاف النور او حاجه بيسلط ضوء الليزر على جزء من جسم الانسان، ونتيجه الريفلكتد لايت او الضوء المنعكس نقدر ان احنا نعمل له اناليسيس ونطلع بمستوى الجلوكوز في الدم. وعملناها وطلع النتائج دقيقه جدا جدا، ونشرنا فيها ابحاث الحمد لله كتير قوي. يعني دي نتائج معتمده ولا لسه مبدئيه؟ أيوة معتمده، وصنعناها وقارنا النتائج الـ 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 النظريه بالنتائج العمليه، اعتقد في بروتوتايب، وعملنا بروتوتايب وعملنا عليها قياسات وكل حاجه. يعني الـ الـ النتيجه اللي وصلنا لها دي امتى تدخل في حيز التصنيع التجاري؟ دي لسه التصنيع التجاري ده مرحله ثانيه، انا اللي مسؤول عنها. طب ومين يعني الجامعه، جامعه مدينه زويل هي اللي تملك حق بيع طبعا، لكن عشان نوصل بها الى مرحله انها تكون تجاريا افيلبل في الاسواق لازم ان احنا نشتغل على عده سنوات عشان نوصل من اللي احنا بنسميه لا بروتوتايب او النموذج الاولي اللي موجود في المعمل الى اندستري بروتوتايب او نموذج اولي ممكن صناعي. ده بياخد ممكن 2-3 سنين من فيردر ترايلز او محاولات اخرى لغايه ما نتاكد تماما ان مش بس ان هو شغال كويس، لكن كمان الكوست بتاعته لازم تكون مناسبه للماركت.